ماشي، دي كانت بعض الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي في الصحف، في أخبار أخرى في المواقع نروح نشوفها. يلا في الجول، حسام عاشور منتقدا من يتحدث عن اعتزاله، القرار لي وحدي. الشروق، جلسة بين صالح جمعة وسيد عبد الحفيظ لحسم مصيره في الأهلي. اليوم السابع، الأهلي يستقر على بقاء جيرالدو لنهاية الموسم. سوبر كورة، الهلال السوداني يعترض على تعديل موعد مباراة الأهلي ضد النجم الساحلي. تعالوا نبتدي في الجول والكلام على حسام عاشور، وكان ليه بعض التصريحات التلفزيونيه واتكلم بخصوص موضوع اعتزاله، والبعض دايما بيحاول يستبق الاحداث يقول لك اصل حسام عاشور هيعتزل وحسام عاشور مش قادر يكمل، والكلام ده غير منطقي وغير حقيقي خالص. لعيب بقيمه وحجم حسام عاشور، تواجده في الفريق مهم قوي قوي، خبراته عظيمه جدا لازم يستفاد منها النادي الاهلي خلال الفتره الحاليه. فبالتالي هو نفسه طلع اتكلم قال القرار ده بتاعي يا جماعه، انا لوحدي، انا اللي اتحكم امتى اعتزل وامتى ما اعتزلش. قال انا مش واخد اي قرار ان انا بطل دلوقتي خالص، انا موجود وعندي طموح مع النادي الاهلي وعندي اهداف كتير جدا عايز اتحققها مع النادي الاهلي. وفي الحقيقه في جانب ايجابي جدا من تصريحات حسام عاشور، كون ان لعيب بهذا الكم من البطولات مع النادي الاهلي، 36 بطوله لحسام عاشور مع النادي الاهلي حتى الان، بيقول لك انا لسه عندي طموح. فالراجل ده ازاي بيجدد دوافعه؟ فدي حاجه لازم الناس او لعيبه النادي الاهلي اللي ممكن يكونوا اصغر من حسام عاشور شويه يتعلموا من جزئيه زي دي، كيفيه تجديد الدوافع. لما تجدد دوافعك فبتخلق لنفسك اهداف، فبتعمل انجازات غصب عنك خلاص، لان انت حاطط نفسك اهداف بتسعى وراها عايز توصل لها، حتى لو انت حققت اهداف كتير جدا قبل كده او جبت بطولات، حتى لو 36 بطوله زي حسام عاشور، من اكتر اللاعبين في العالم حصدا للالقاب يعني. فبالتالي ده امر مهم جدا وتصريحات مهمه جدا من حسام عاشور. حسام عاشور مكمل، والراجل اللي هو بنفسه يا جماعه انهى الجدل في القصه دي قبل ما يبتدي، وهو موجود في الملاعب وعنده طموح ان شاء الله يحققه مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. تعالوا نروح للشروق، وكلام اخر مهم وكان خلال الفتره اللي فاتت او من امبارح للنهارده يعني، كلام على صالح جمعه دايما يعني، وفي الاخر الكل بيتناول قصه صالح جمعه، جلسه بين صالح جمعه وسيد عبد الحفيظ لحسم مصيره في الاهلي. امبارح كابتن سيد عبد الحفيظ كان ليه تصريحات، قال ايه؟ قال احنا يا جماعه خلاص هنطلع صالح جمعه وحسين السيد اعاره. بعد كده بقى في تصريحات للاعب، انا مش هقدر اعلق على تصريحات اللاعب لان ايا كان هو حتى هذه اللحظه لاعب في النادي الاهلي، واحنا قناه رسميه للنادي الاهلي فمش هنعلق، احنا ورا اولادنا ورا ابنائنا ابناء النادي الاهلي يعني. فالقرار خلاص اعلن من الكابتن سيد عبد الحفيظ ان اللاعب هيطلع اعاره هو حسين السيد. اللي هيحصل خلال الفتره الجايه هنتابع ونشوف يعني، حتى لو في بعض الاستنتاجات يعني، ممكن يكون في فعلا جلسه النهارده ما بين كابتن سيد عبد الحفيظ وصالح جمعه عشان بقى يتم الاستقرار، اعاره، بيع، الامور هتمشي ازاي، هنعرف اول ما يعلن النادي الاهلي بشكل رسمي سواء من خلال كابتن سيد عبد الحفيظ او موقع رسمي او من خلالنا احنا كقناه للنادي، قناه للنادي الاهلي. نروح لليوم السابع، والاهلي يستقر على بقاء جيرالدو لنهايه الموسم، وده استنتاج من اليوم السابع، استنتاج عدد كبير جدا بالمناسبه من المتابعين يعني في الحقيقه، لكن يبقى القرار النهائي في انتظاره احنا كلنا من النادي الاهلي. القرار الرسمي لسه ما طلعش، مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي، واتكلمنا في الجزئيه دي خلاص، لكن الاستنتاج ده طبيعي ومفيش حاجه مضمونه بالمناسبه يعني، ممكن تبقى متوقع واحد هيمشي تلاقي التاني هو اللي مشي. ايا كان اللي هيقعد هيكون باذن الله اضافه للنادي الاهلي يعني، والاهلي دايما بيبقى متمسك بلاعبته لكن انت محكوم دايما بقائمه وعدد محدد ومعين من قائمه الفريق يعني. نروح لسوبر كوره، واعتراض الهلال السوداني على تعديل موعد مباراه الاهلي ضد النجم الساحلي. زي ما حضراتكم عارفين هم بيقول لك ايه، اصل كده اخلال بمبدا تكافؤ الفرص. حضراتكم عارفين ان كانت مباراه الاهلي والنجم الساحلي في الاول هتبقى يوم 24، وبعد كده تم تاجيلها قرار من الاتحاد الافريقي ليوم 26، تمام؟ فبالتالي الهلال السوداني ارسل خطاب للاتحاد الافريقي بيعترض، بيقول يا جماعه ازاي كده مفيش تكافؤ فرص. طب ما في نفس الوقت موعد مباراه الهلال وبلاتينيوم كان يوم 25، هو ميعاد ثابت ما اتغيرش، والاهلي كان هيلعب 24 مع النجم الساحلي قبل ما تعدل الميعاد. طب فين تكافؤ الفرص هنا برضه؟ يعني هم نسيوا ان كده كده الاهلي كان هيلعب قبليهم. وبعدين بالمناسبه موضوع تكافؤ الفرص بالتحديد في دوري ابطال افريقيا دور المجموعات بيبقى مع اخر مباراه، اخر مباراه لكل الفرق في اخر جوله بيبقى في ميعاد واحد، فهنا بتتكلم على تكافؤ الفرص، لكن امر غير منطقي في الحقيقه. ده لو على حسب السوبر كوره قايلين كده ان هم ارسلوا خطاب رسمي للاتحاد الافريقي بيعترض يعني على التعديل، امر غير منطقي اطلاقا يعني. الجوله اللي فاتت الاهلي لعب مع بلاتينيوم الاول، وبعد كده الهلال لعب مع النجم الساحلي، كان الاهلي خلاص نتيجته اتعرفت.
فحاجه غريبه بصراحه. لكن في كل الاحوال خلاص، مباراه الهلال مع بلاتيني يوم 25، والاهلي مع النجم الساحلي يوم 26 باذن الله تعالى. الاهم بالنسبه لنا الاهلي يكون موفق باذن الله ويتاهل الادوار المقبله، مش بس التاهل، ان شاء الله نوصل نهائي وناخد البطوله، ده الاهم.